من المقرر أن تدخل الجولة الثانية من تخفيضات الجمركية في اتفاقيتي التجارة الحرة بين الصين وكوريا الجنوبية وبين الصين وأستراليا، حيث تنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من العام الجديد 2016. ويأتي هذا بعد الجولة الأولى من التخفيضات التي سار مفعولها في 20 ديسمبر الجاري، حيث ستطال تخفيضات الجمركية للجولة الثانية مزيدا من السلع مثل الآلات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات الزراعية التي يتوقع أن يحقق المستهلكون وشركات فوائد كبيرة جراء هذه التخفيضات الجمركية. ويشار إلى أن توقيع اتفاقيتي التجارة الحرة جرى في يونيو الماضي بعد سنوات من المفاوضات الهادفة إلى الإلقاء للرسوم الجمركية على الواردات المتبادلة وتعزيز التجارة الدولية بين البلدان الثلاثة. بعد التوصل إلى اتفاقيات التجارة الحرة، ماذا ستفعل الصين لزيادة تسهيل الآليات التجارة مع كوريا الجنوبية وأستراليا؟ وانغ شو-ون نائب وزير التجارة سلط الضوء على هذه القضية. هناك الكثير من الأشياء يتوجب القيام بها في مجالي الاستثمار والخدمات. في غضون سنتين من اليوم الأول الذي تدخل فيه اتفاقيات التجارة الحرة حيز التنفيذ، سنتفاوض بشأن هذه المسائل استنادا إلى القائمة السلبية. الخدمات والاستثمار في الجولة القادمة من المفاوضات وصفقات السلع ستنقل التجارة الحرة بين الصين وكوريا الجنوبية وكذلك بين الصين وأستراليا إلى مستوى أعلى. عقد مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني مؤتمرا صحفيا أمس الأربعاء، صرح فيه المتحدث ما شاو كوان بسلسلة من الإجراءات التي تفيد كلا الجانبين لتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع الزعيمين شي وما. تم فتح خط ساخن بين بار الصين الرئيسي وتايوان أمس الأربعاء، واتصلت شانغ تشي جون رئيس مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة بأندرو هاسيا رئيس مكتب شؤون البر الرئيسي الصيني في تايوان لأول مرة عبر هذا الخط صباح أمس الأربعاء. إنشاء خط ساخن عبر المضيق هو توافق هام بين زعيمي الجانبين خلال اجتماع القادة الذي جرى في 7 نوفمبر الماضي في سنغافورة. نأمل من الإدارتين بذل جهودهما في تعزيز التنمية السلمية العلاقات عبر المضيق لمصلحة شعب الجانبين على أساس توافق عام 1992. قدم مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي هذا الاقتراح لمساعدة الشركات على خفض التكاليف بما في ذلك تخفيض رسوم التأمين الاجتماعي. وقد تابع رجال الأعمال في تايوان باهتمام ما إذا كان بإمكان الشركات ذات التمويل التايوانية تطبيق هذه المبادرة. أعتقد أن هذه الإجراءات في مصلحة الشركات ذات التمويل التايواني، وسيقوم بتنفيذها مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة مع الإدارات ذات الصلة، بما في ذلك التأمين ضد البطالة وتأمين المعاش والتأمين الطبي وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وصندوق الإسكان. وأشار ما شياو كوانغ إلى أن البر الرئيسي يوسع عدد طلابه إلى تايوان للمشاركة في متابعة البرنامج والمناطق التجريبية. تم إضافة بكين وشانغهاي وجانسو وتشوجيانغ وليونينغ وخوبي إلى المناطق التجريبية، إضافة إلى مقاطعة كواندونغ وفوجيان اللتين تم تحديدهما في عام 2013، وقد بلغ عدد المناطق التجريبية 8 مقاطعات ومدن، وسنزيد عدد الطلاب من 1000 إلى 1500. بالإضافة إلى ذلك تم اختيار كلمة الانسجام ككلمة عام 2015 الصينية عبر المضيق في مهرجان الكلمات الصينية عبر المضيق التي عقدتها وسائل الإعلام من الجانبين. في الوقت الحاضر تعرف العلاقات عبر المضيق نقطة مفصلية مهمة، وتعكس كلمة الانسجام اعتراف شعبي الجانبين بنتائج التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق التي تم تحقيقها في السنوات 8 الماضية، وتوقعهم للتنمية السلمية المستقبلية للعلاقات عبر المضيق.
أعلنت الحكومة الفلبينية يوم أمس الأربعاء انضمامها إلى بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية كعضو مؤسس باستثمار قدره 196 مليون دولار أمريكي بتقسيط، وسيتم توقيع اتفاقية هذا الانضمام يوم الخميس. هذا وقال وزير المالية الفلبيني قيصر بوريسيما إن الحكومة الفلبينية تعتقد أن بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية يلعب دورا مهما لإكمال الآليات المتعددة الأطراف القائمة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل للشعب الفلبيني. ووفقا لتقديرات بنك التنمية الاقتصادية الآسيوية البنك التنمية الآسيوي ستتجاوز فجوة تمويل البنية التحتية في الفلبين 127 مليار دولار أمريكي بين عامي 2010 و2020، حيث ستتجاوز فجوة تمويل البنية التحتية في آسيان تريليون دولار أمريكي في نفس الفترة. قال وزير الخارجية الماليزي حنيف أمان إنه سيتم اليوم الخميس تأسيس مجموعة الآسيان التي تشتمل على الجوانب السياسية والأمنية إضافة إلى الجوانب الاقتصادية والثقافة الاجتماعية. وأضاف الوزير الماليزي أن هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة أخرى في تاريخ الآسيان، وإن ماليزيا باعتبارها دولة رئاسة دورية قد تمكنت بنجاح أن تفي باثنين من المنجزات الرئيسية في ظل دعم وتعاون من قطيعي النظير من قبل أعضاء الآسيان الآخرين، وهما تأسيس مجموعة الآسيان ووثيقة الرؤية آسيان لعام 2025. وكانت رابطة قد أعلنت في قمتها 27 في نوفمبر الماضي عن عزمها لإنشاء مجموعة الآسيان في 31 من ديسمبر الجاري. تتسم سياسة الصين تجاه دول الآسيان بالمواقف الإيجابية والدعم الثابت. وبهذا الصدد عبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي في منتدى بو آو الذي عقد في مارس الماضي عن هذه السياسة بالقول إن الصين ترغب في التعاون مع دول الآسيان في بناء طريق الحرير البحري في القرن 21 وفي تعزيز زخاء المشترك بين الجانبين. دعونا نستذكر ما جاء بكلمته مرة أخرى. باعتبارها صديقا حميما ورفيقا لدول آسيان، ستواصل الصين دعم تنميتها وتولي اهتماما بالغا للدور الرائد الذي تلعبه المجموعة في التعاون الإقليمي في شرق آسيا، حيث يساهم جدول أعمال تنمية دول آسيان في تحقيق التكامل الاقتصادي. وستأخذ الصين على عاتقها إجراءات ملموسة لمساعدة دول آسيان في تضييق الفجوة التنموية بين بلدانها بهدف تحقيق التنمية المنشودة للمجموعة، كما ستواصل الصين عملها في تسهيل التجارة بينها وبين دول آسيان وتحقيق الاستفادة القصوى من معرض الصين آسيان، سعيا لرفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020. الآن نتابع آخر تطورات أعمال الإنقاذ الجارية في منجم الجبس بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، حيث تسابق السلطات زمن إنقاذ من يبقى محاصرا تحت الأرض. وتتركز أعمال الإنقاذ في المنجم رقم 4، حيث كان هناك 14 عاملا للحظة وقوع الانحيار، وتمكن عمال الإنقاذ من التواصل مع 4 أشخاص محصرين تحت الأرض منذ أمس الأربعاء، وقاموا بتموينهم بالأطعمة والسوائل الغذائية الضرورية للحفاظ على حياتهم. من جهة أخرى، يعكف المنقذون حاليا على إحداث 6 ثقوب في المنجم لتسهيل عمليات الإنقاذ والانتشال للمحاصرين، كما تمكنوا من زيادة تصريف المياه المتجمعة تحت الأرض. وقال مدير مجموعة الإنقاذ إن عمل الإنقاذ صعب جدا وقد بدأوا بالتعامل مع هذه الكارثة. بدأت الصين يوم أمس الأربعاء تشغيل قطار فائقة السرعة يسافر حول جزيرة هاينان جنوب البلاد، وهو القطار الأول من نوعه في العالم الذي يتخذ مسارا دائريا حول جزيرة.
بعد تشغيل هذا القطار الذي يبلغ طول مسار سكته أكثر من 653 كيلومترًا مع 29 محطة، يمكن للمسافرين أن يسافروا حول جزيرة هاينان في مدة تزيد قليلًا عن 3 ساعات، كما ستحاذي أجزاء من السكة الحديدية سواحل الجزيرة، مما يوفر للمسافرين منظرًا جميلًا على البحر. الجدير بالذكر أن هناك 13 قطارًا يسير في هذا المسار الدائري حاليًا، الأمر الذي لا يتطلب من المسافرين الانتظار طويلا عند المحطة، علما أن سعر الدرجة الثانية للرحلة الكاملة يصل إلى نحو 150 إيوانا صينيا. يمر القطار من جميع المحافظات والمدن الـ12 في الجزيرة، ويخطي تقريبا كل موقع سياحي. وخلال فترة التخطيط حاولنا أن نتجنب المناطق الحساسة بيئيا. يمكن الآن للسياح الذين يقومون بزيارة جزيرة هاينان الصينية الاستمتاع برحلة مريحة أكثر من أي وقت سابق، ويربط القطار فائق السرعة الذي يسافر حول هاينان جميع المواقع السياحية الجذابة وأفضل الأماكن لتذوق المأكولات الشهيرة والأطعمة الخفيفة. انطلاقا من مطار ميلان الدولي بمدينة هايكو حاضرة مقاطعة هاينان، تستغرق الرحلة 20 دقيقة فقط للوصول إلى مدينة وينشان الواقعة شرقي الجزيرة، حيث يمكنك زيارة جبل تونغولين في خليج القمر أو تذوق المأكولات الشهيرة مثل دجاج وينشانغ والسمك الإسكامري. وبعد 20 دقيقة إضافية بالقطار ستصل إلى تشونغها، حيث يمكنك استخدام الخيزران على طول نهر وانشوان. جونغ هاي أيضا المكان الذي أقيم فيه منتدى بو آو الآسيوي، وأشهر طبق هنا هو بطة جاوجي. أما في سانيا التي تقع في أقصى الطرف الجنوبي على الجزيرة، فيمكنك أن تزور معبد نانشان وتيانيا هاي جاو الذي يعني نهايات الأرض حرفيا، كما تستطيع أن تذهب إلى حديقة الغابات الاستوائية حيث تباع المأكولات البحرية في الأكشاك على طول الشاطئ، ويمكنك أن تتسوق أيضا في عدد كبير من المحلات التجارية المعفاة من الرسوم الجمركية هنا. يعمل الجيش العراقي على حراسة ضواحي مدينة رمادي بعد 3 أيام من نجاحه في دحر مسلحي الدولة الإسلامية وإخراجهم من وسط المدينة. مع ذلك ما زالت الكثير من الأخطار تهدد الوضع الأمني في عاصمة محافظة الأنبار، حيث يعتقد أن نحو 700 من مسلحي الدولة الإسلامية ما زالوا يختبئون في مركز مدينة رمادي وضواحيها الشرقية. هذه المعلومة قالها الصحفيين في بغداد ضابط مخابرات من تحالف بقيادة الولايات المتحدة يوم الأربعاء. وقد أضاف ذات المصدر أن المتشددين زرعوا كمية كبيرة من المتفجرات في الشوارع والمباني. وقد أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتطهير المتفجرات فورا، واستعادت الخدمات الأساسية من أجل ضمان عودة آمنة للمدنيين إلى ديارهم. مع العلم أن احتياجات إعادة الإعمار الأولية حسب تقديرات الأمم المتحدة تبلغ حوالي 20 مليون دولار أمريكي. هذا وتعتبر استعادة السيطرة على الرمالي علامة بارزة للجيش العراقي في مكافحة داعش الذي خلق فوضى في العراق منذ عام 2014. في آخر تطورات نزاع بين العراق وتركيا، كررت بغداد مطالبة أنقرة بسحب قواتها من شمال العراق أو مواجهة عواقب قد تشمل تحرك العسكرية. سحب الجنود أو مواجهة تحرك عسكرية، هذه مرة لم تصارح بغداد بهذا الكلام عبثا حيال نشر القوات التركية في شمال العراق. لقد فرض علينا القتال للدفاع عن سيادتنا وإنساننا وثرواتنا، نضطر إلى ذلك، وشعبنا عنده مقومات أن يقاوم، بس إحنا نحرص أشد الحرص لإبقاء العلاقات مع الجارة تركيا كجزء من سياسة مع كل دول الجوار وعموم دول العالم.
فتيل النزاع بين البلدين اشتعل في أوائل ديسمبر عقب نشر تركيا نحو 150 جنديا لمعسكر بمنطقة بعشيقة شمال العراق. قالت أنقرة حينئذ إنها تساعد في تدريب المقاتلين السنة والأكراد في المعركة ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية التي تحكم سيطرتها على هذه المنطقة منذ يونيو عام 2014. لكن بغداد اعتبرت نشر القوات التركية عملية غزو غير قانونية، وطالبت في وقت سابق من ذات الشهر القوات التركية بالانسحاب الفوري والكامل. وبعد مقاومة مبدئية لهذه الضغوط استجابت تركيا لطلب العراق وبدأت بسحب البعض من قوتها. وفي اتصال مع نظيره التركي يوم أمس الأربعاء، اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنقرة بعدم احترام اتفاق سحب الجنود، لكن نظيره التركي أحمد داوود أوغلو رد عليه بأن تركيا عازمة على ضمان حماية حدودها. نحن نحترم السيادة العراقية، لكن للأسف الحكومة المركزية العراقية لا تستطيع السيطرة على ثلث أراضيها التي تشمل معسكرات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. أتمنى أن يكون العراق قادرا على السيطرة على هذه المنطقة حتى لا نكون مجبرين على إطلاق عمليات جوية هناك لمنع تسلل الإرهابيين إلى تركيا. لقد أقامت داعش ممرا في الحدود السورية والحدود العراقية، فليس هناك حدود سورية وحدود عراقية في الواقع. ردا على التهديد بتحرك عسكري من جانب العراق، قال رئيس الوزراء التركي إن على بغداد التركيز على مقاتلة الدولة الإسلامية. دخل الجيش السوري البلدات التي يسيطر عليها المتمردون في جنوب محافظة درعا، واستولى على ساحة رئيسية في شيخ مسكين الواقع على طريق الإمدادات الرئيسية رابط بين مدتي دمشق ودرعا. ونفذت روسيا عنف حملة قصف جوي حتى الآن في جنوب سوريا لمساعدة القوات البرية السورية، علما أنها تمكنت خلال 3 أشهر من القضاء على 655 مسلحا من تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. كما أفيد أن الضربات الجوية قتلت أيضا 924 من مقاتلي المعارضة الأخرى، منها المدعومون من الولايات المتحدة. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مقابلة مع تلفزيون زفزاد الروسي أمس الأربعاء أن وجه لنظره حيال قضية نشر تركيا قواتها في الأراضي العراقية ونتائج ما حققته حملات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، حيث قال إن الغطرسة الأمريكية هي سبب في عدم فعالية التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب، كما أنها أيضا سبب في تصرف تركي لحاج حماجي في العراق. إن اعتقاد الولايات المتحدة بأنها تمثل فكرا لا نظير له وهو السبب وراء إخفاق في حل القضايا مثل قراراتها في كيفية المكافحة للإرهاب ووسائل الضرب والأهداف، وهي تعتقد أنها قادرة على إقناع الآخرين، فأنشهد التحالف الدولي بشأن الأزمة السورية، وهذا ما يتماشى تماما مع إرادتها. في بداية هذا الشهر أرسلت تركيا مجموعة من القوات المدرعة إلى الموصل، ثاني كبريات مدن العراق التي يحتلها التنظيم المتطرف، وأعربت الحكومة العراقية بعد ذلك عن أن فعل تركيا هذا لم يحصل على موافقة العراق، وهو فعل عدائي ينتهك سيادة البلد، ويجب على أنقرة سحب قواتها فورا وبدون شروط. وبخصوص ذلك قال لافروف أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يتمسك بموقف متغطرس في التعامل مع العراق، وهذا الموقف المتغطرس يعكس الموقف الهمجي الذي فعلته تركيا في هذا البلد. أعتقد أنه لو لم يكن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة متمسكا بموقفها المتغطرس لتغير الحال، فعلى سبيل المثال إنهم يعتقدون بمعرفتهم تم بسوريا ومخبئ الإرهابيين وأهداف قصفه الجوي، لذا فهو ليس بحاجة إلى الحصول على إذن من الحكومة السورية. ونفس الأمر بالنسبة إلى تركيا، فهي تتصرف بهمجية مع العراق في موقفها هذا.
قال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسنيوك أول أمس الثلاثاء إن أوكرانيا مستعدة لخوض معركة قانونية حول قضية الديون مع روسيا، جاء ذلك في وقت يستعد فيه مجلس الوزراء للبحث هذه المسألة. ويعود تاريخ القضية إلى ما قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية، عندما اشترت روسيا سندات ب3 مليارات دولار أمريكي استردها أوكرانيا لتوفير أموال يخاصة على أن تكون بتسديد قيمة سندات في 20 ديسمبر الجاري. وبعدها أجلت روسيا موعد سداد حتى اليوم الخميس، ولكن ياتسنيوك أعلن في 18 من هذا الشهر أن أوكرانيا علقت سداد ديون، وهو ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القول بأن إذا رفضت أوكرانيا سداد ديون في الموعد المتفق عليه، فإن بلاده ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداده. هذا وأكد صندوق النقد الدولي أن هذه الديون هي ديون سيادية لم تفي أوكرانيا بسددها، كما أن كييف لم تقدم أي وثائق تكشف عن أسباب عدم إيفائها بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد. اعتدت السلطات الألمانية الإجراءات الأمنية عشية الاحتفالات بسنة الجديدة المزمع جواؤها في برلين، وجاء ذلك بعد اعتقال شخصين مؤخرا في بروكسل بتهمة تآخر لشن هجمات إرهابية عشية الاحتفال بسنة الجديدة. وتعد الاحتفالات التي تجري في الهواء الطلق عند بوابة براندودروخ واحدة من أكبر تجمعات البشرية في أوروبا، حيث من المتوقع أن تجذب نحو 1 مليون شخص هذا العام. وضمن سياقات تشديد الإجراءات الأمنية، تم الإعلان عن منع حمل الحقائب الكبيرة والنظارات والأجسام الحادة في موقع الاحتفال، كما سيتم فحص جميع حقائب اليد. عززت بريطانيا إجراءاتها الأمنية أيضا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وأشارت مسؤولية شرطة مدينة لندن البريطانية إلى أنه سيتم نشر حوالي 3000 من رجال شرطة في بعض مناطق لندن في ليلة الغد. سيتم نشر نحو 3000 من رجال شرطة في وسط لندن مساء غد الخميس، وقد يرى الناس زيادة عدد الشرطة، بينهم أفراد شرطة المسلحون وكذلك رجال شرطة لمدينة لندن. وبالإضافة إلى ذلك، شددت شرطة السكك الحديدية البريطانية الإجراءات الأمنية الخاصة بمحاول النقل، كما ستنشر أفراد الشرطة مسلحين أيضا، وذلك يهدف تقديم خطة الانتشار السريع والمناسبة لطمأنة الناس حتى يتمكن المدنيون من التمتع بالاحتفالات. احتفالا بالحلول العام الجديد، ستقيم أوركسترا فيينا حفلة موسيقية في موسيكافيرين في فيينا غدا الجمعة. واستعدادا للحفل، أقامت الأوركسترا تدريبات يوم 29 من الشهر الجاري بتوقيت محلي. كما هو الحال في السنوات السابقة، لا تزال عائلة شتراوس تحتل مكانة هامة في حفل الأوركسترا. في هذه السنة سيقود الحفلة مايسترو أوركسترا لاتفيا الشهير مارويس تشانسون، وستعزف تحت قيادته أوركسترا فيينا 18 لحنا من بين 800 لحن. وقد بدأ العازفون منذ يوم الثلاثاء تدريباتهم من أجل تقديم أفضل العروض. الحفلة الموسيقية لرأس السنة الميلادية الجديدة أقيمت في فيينا لأول مرة في 31 من ديسمبر عام 1939، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت تقليدا ورمزا للثقافة الموسيقية النمساوية. وصار الحصول على تذكرة لدخول القاعة الذهبية للتمتع بعيد الموسيقى في رأس السنة الجديدة من بين أكثر الأمور صعوبة،
لكن لحسن الحظ بدأت هيئة الإذاعة النمساوية ببث الحفل مباشرة ابتداء من عام 1959، وحتى الوقت الحاضر يتابع الحفل على شاشة التلفزيون حوالي 50 مليون مشاهد من جميع أنحاء العالم. هذه سي سي تي في العربية، شكرا على حسن متابعتكم، إلى اللقاء.